العائلة الحلوة خلينا نتعرف عليهم. مساء الخير. مساء النور. شلون الصحة والعافية؟ الحمد لله حبيبتي. الله يسلمك. عمري انت تعرفيني عن حضرتك؟ رويدة. يا اهلا وسهلا رويدة. رويدة حضرتك ربة منزل او موظفة؟ اي موظفة. انا زوجي اثنيناتنا نداوم فندق. كل التوفيق لكم يا رب. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. الله يخليك. تعرفنا عن حضرتك؟ بس انا اريدك شنو تصير امام الكاميرا بالضبط. تعرفنا عن حضرتك؟ حسين. حسين؟ حسين حسين. حسين عبالي حسين. حسين أيضاً تشتغل في فندق. نعم. طيب. احجولي زواج تقليدي لو علاقة حب؟ لا. اثنانتو نفس المكان. اعترفولي هنا. لا علاقة حب اثناناتي. حلو. قدها. اي طبعاً. زيت صائلها وقت علاقتكم وتزوجتو. يعني ما هواية. يعني تقريب شهرين هيجي ورأسا. بينا رايحة لم عباس. هاني مو علي. عباس لو لا؟ لا ابدا ابدا. تطرد عيون؟ لا والله. شو تقول حسين؟ لا والله هي كانت وياي موظفه وكانت مديره يعني هم علي واخذت مديرتك؟ داخل على طمع. اي كنا نشتغل سوا وهسه هم صارت القسمه اشتغلنا سوية. الحمد لله والشكر. الله يحفظك. الله يخليك. احكي لي تنق عليك وهاي لو هذا وكيوت؟ ها؟ لا لا بالعكس كلش حبوبه. لا والله حبوبه. ما وين كنت؟ ليش ادق وما ترد؟ لا انا اثنيناتنا نفس المكان سوية فما تسال علي. ما خاف عليه. لا لا بالعكس. فول الفول اكيد. منا منا لا ما عنده شيء قبل عيني ولا مشكله. فدي يوم من الايام صارت بيناتكم؟ لا الصغيرة هي ماكو مصير بس يعني بسرعه نتلافاها. اكو تفاهم بيناتنا الحمد لله. مالك افتي بصبص هاي؟ لا ما عندي هذا الشيء ابد. صاركم جد متزوجين؟ 6 سنوات. لا رد تسوي مشكله ما يفيد. ان شاء الله يا رب طول العمر واشوفكم اسعد الناس. طيب انت لو ما هذا عملك انت شنو حابه تكونين حلمك؟ والله انا على مجال السياحه يعني اني. نعم. هو على مجال الفندق. يعني انت حابته؟ حابه شغلي كلش. حلو ان شاء الله يا رب موفقه. تسلمي. لو ما كان هذا عملك شنو كنت حابه؟ العسكريه. ويلي كل الشباب على عسكريه. طيب ما كان بيها مجال مثلا انك تروح عسكري؟ لا والله انا كملت معها السياحه وتخرجت من عنده وتعينت بالفندق. حلو. لكم كل التوفيق يا رب. شنو علمتك الدنيا؟ والله الصبر. يا ويلي اصبر كلش هواي. اصبر. عندك طولة بال؟ اكيد كلش. حلو الحمد لله. هاي صفة ترى حلوة. ها اكيد. ايه طيب. لازم مو اكيد. طيب شنو علمتك الدنيا؟ اكيد الصبر ماكو غيره. همينة؟ هي شوف وين متراهوين. خاف نفس البرج انتو. لا انا جوزاي وهي قوس. شلون توالنتوا؟ بالعكس. مو هو صديق من الدرجة الأولى أبو برج القوس وهي الجوزاء. أي. ممكن ترهم أي. صداقة وبعدين حب. بس حب وبعدين صداقة ما ترهم. لا لا صداقة وبعدين حب تصير. صحيح. أي. طيب تؤمنين بالأبراج؟ كلش. يعني تقريهن يوميا؟ لا مو أقرأهن بس أحبهن يعني. طيب صادفك إنه قريتي برجك وفعلا صار الموضوع اللي قريتي بالبرج؟ أي صير. أنا بالنسبة لي أي صاير. أي صير والله. أي صير. يعني تحصلين اليوم مبلغ من المال هيك شيء يعني. اي عافيه. تؤمن بالابراج؟ اي اكيد. اي مصادفتك همينه موقف انه والله هوايه هوايه يعني. كنت اقرا جرايد بس عن الابراج. ايوه. ما زال عندكم جرايد احتاج للبيت. طيب انتوا ويانا ببرنامج اربح مع زاغروس يمنح جائزه قيمتها 10 مليون دينار ويا رب ان شاء الله تفوزون ويانا بالسحب. وايضا عندنا جوائز مقدمه من عياده الدكتور علي حسين العبادي الحريه الثالثه قرب صيدليه ارض الحريه. قبل ما نسال السؤال طبعا السؤال في عده خيارات فلا تستعجلون بالجواب. اذا ربحتي 10 مليون شنو حتسوين بيها؟ والله اشتري قطعه ارض كملها واشتري قطعه ارض تجاريه. ان شاء الله يا رب. الدوره تريدها تجاريه مو سكنهم. ان شاء الله يا رب. وين عندك ترديها بالزيديه لو بالربعي؟ بالربعي. اويلي يا رب. اويلي يا رب. تدري ليش المتر هناك؟ اذا ربحت والله هو هذا طموحنا صراحه. همينه يعني تجمعون اثنيناتكم ان شاء الله وتاخذون بالبيع. هاي اسهل وسيله. ما يعني اذا بنيتي العماره عد تعطيني الشقه لي بتاع مشروع. طبعا عندنا سؤال وبعده خيارات فتسجلون بالجواب. ما هو الحيوان الذي قلبه في راسه؟ خيارات القرش او الاخطبوط او الجمبري. ماكلي الجمبري انتو؟ شبيكم؟ لا الجمبري كلش طيب. ما اعرف هسه الجواب نقول الاخطبوط. اخطبوط؟ لا ما اكل اخطبوط؟
لحم لا مو ماكله اي بس شايفه لا مو الاخطبوط الجمبري اي انثبت الجمبري زين ما اكلته لا بس يعني طيب يعني مو الاخطبوط مو اي هم عايز زين ولا القرش مو معروف قلبه وين يا بجواب صح الجمبري صوره صحيحه يعني زين تريالي لو برشه لا برشلوني وزوراء بنفس الوقت برشه وزوراء اي والله اي بس البارحه ريال خوش لعب لعبه عادي موفقين تستاهلون مو حياتي البارحه ريال فاز طبعا اني لا ريال ولا برشه بس اني لين ابني ريالي ويا عيط على الواهس على الواهس انا ويا اخوي يا بابا مبروك الفوز لكم طبعا كل سعيده التقيت بهيجي عرسان يجننون متفاهمين وناجحين بالحياه وموفقين بعملهم وان شاء الله نشوفهم باعلى المراتب.